يعني حاجة صعبة جدا للأطفال دلوقتي. بنخلق طفل طب أنا عايز أسأل سؤال، هو يعني يعني وليد لحظة دلوقتي، إيه أضرار التليفون أو التاب على الطفل؟ وإنتي عندك في الحضانة إزاي بتقدري تعالجي المشكلات دي؟ احنا مبدئيا في الموجود عندنا في الحضانه ما بيفيش موضوع ان احنا نتعامل كل حاجه بشغل المهارات. الطفل بيستخدم ايده وحواسه في كل حاجه، ايده وحواسه. الحواس كلها، بايديه، عشان بعينيه، الايد بحركه حاسة ايد، اللمس، مش كده؟ يعني حركه الايد مع العين، ده تمام انتباه وبيدي انتباه وتركيز للطفل. تمام طبعا موضوع الشاشه والحاجات دي كلها بتقلل التركيز عند الطفل وبتزود الحركه عنده هايبر اكتيف وكده، فدي بتبقى من ضمن المشاكل اللي الاطفال بيتعرضوا ليها، وبيبقى عنده التركيز قليل، بيبقى عايش بقى ينسحب تدريجي تدريجي، يبقى عايش في عالم لوحده، عالم بقى اللي هو اللي بيتفرج عليه ان كان كرتون او غيره، بيبقى هو يعني في اطفال بتيجي مدبلجه، بيجي الكلام كله زي الكرتون المدبلج، اللغه تمام عربيه فصحى، ايوه بيجي فعلا. بنفس الطريقه كده ده يكلمك ما الطفل يتكلمش. ده الطفل يا استاذه ولاء اللي هو على طول بيتفرج على الكرتون، اللي هو الشخصيه الكرتونيه، يعني صح كده؟ طبعا هو اغلب الاطفال بيعتمدوا على كده، والموضوع اللي هي الالعاب اللي بتبقى موجوده على التليفون دي برضو من ضمن المشاكل اللي الاطفال بتسحب الطفل لعالم تاني خالص. تمام. يعني هي دي فكرة التكنولوجيا الحديثة والسبورة. انت عندك في الحضانة او في الأكاديمية حاجة شبه سبورة ذكية او لا كده؟ لا انا بصراحه الفكره اصلا هي كان يعني انا مش طب ايه حباها الفكرة؟ في الشغل معايا بتاعي انا، بالنسبه لشغلي انا حابه ان الطفل يتعامل بكل بحواسه، وهو اللي يتعامل بكل حاجه يعملها بايده، ويتفاعل مع المس اللي موجوده، يبقى في حوار حتى لو هو مش مركز، المس مثلا بتدي له سؤال تنبهه، لكن السبوره مش هتقوم طب بالمهمه دي. انت ايه اللي تتمنيه للتعليم الفترة اللي جاية؟ كولاء. انا اتمنى بصراحه، هي يعني طبعا زي ما فخامه الرئيس السيسي قال، هم نور عينينا، هم مرآة المستقبل، هم فعلا نور عينينا ومرآة المستقبل. انا دايما بشوفهم بقلبي مش بعيني بصراحة، يعني حتى في شغلي معاهم، ما شاء ودي الله. نعمة من نعم ربنا عليا ان انا طبعا اكيد حب الاطفال دي اتعامل نعمة. ان انا كمان تخصصت في مجال الاطفال، وخاصة التربية الخاصة لذوي الهمم، دي بتديني قوة فوق القوة، انا حبيبتي بستمد قوتي منهم وما بملش من الشغل معاهم، بالنسبة انا بشوف النتيجة المرجوة اللي انا عايزاها واحسن مما انا عايزاها، فدي بتبقى لوحدها طعم تاني. ان شاء الله ربنا يكرمك. لكن اللي انا اتمناه ان قدام في المستقبل الاطفال المتميزه اللي احنا وصلناهم لقدرات سن السنتين، يوصل لقدرات 3 سنين و4 سنين وازيد، ان كل مكان ان هو يعني في المدارس العاديه او غيره، ان مثلا الطفل بياخد سنتين في سنه هو قدراته عالية، يعني أنا قدراته عالية، هو لما يدخل المدرسة هيحس بالملل، إن هو قدراته واصل عارف أعلى الحاجات دي كلها، مش فعلا. هتبقى بالنسبة له الموضوع طب مهم. انتي هنقف بقى عند حتة يمكن القدرات دي. أذكر موقف بس حصل اتفضلي. معايا، إن أنا من أحد الزملاء في المجال بيقول لي، طب هو أنت دلوقتي ما شاء الله الأطفال واصلين للمرحلة دي وواصلين سابقين القدرات دي كلها، طب بعد كده هيعملوا، هيخش المدرسة يحس بملل، يبقى أنت ما بتعمليش حاجة، انت كده كده شغلك مالهوش لازمه بمعنى اصح. تمام فانا ردي كان قلت له ممكن الاطفال دي يبقى لها مكان في المدارس، يتعلموا بطريقه تانية، ان هم مثلا ياخدوا السنتين في سنه او اكتر على حسب قدراتهم. طيب هنشوف الفيديوهات. جهزت الفيديوهات؟ ده فيديو اشرحي ده لصلاح. اللي بيميز اكاديميه العباسي، ان احنا بنشتغل مع الطفل من سن البيبي اللي هو الرضاعه، من سنه فيما فوق او اقل اذا امكن. ما بيجيش مثلا الام ممكن تقول لك انا دلوقتي انا هودي ابني حضانه ليه، انا قاعده بيه في البيت، الا اذا كانت فعلا موظفه، هو كده كده هيروح دي بقى بيبي الفيديو بلاس. ده. الفيديو ده انا بقول رسالة لكل ام، ما تقعديش ابنك جنبك ونزليه وما تخافيش عليه. لا الحمد لله ونقدر في نطلع اهتمام منه شغل ورعايه، ما شاء الله عليك هو يا مس ما ولاء. شاء الله بيميز الالوان، وهو لسه في سن عمره ما شاء الله كان سنه، ده ايه بقى كان عمره اللعبة دي؟ سنه، ده هو بميزه الوان اي حاجه، يعني ديت مثلا ان هو يعرف الالوان ويطلع اللون اللي انا عايزاه، هو حتى مسك اللون الاحمر بايده وانا بعرفه ان هو هنخبط هنا، طيب ده ايه؟ ده ايه؟ ده شكل ده بقى المعداد؟ المعداد، ده تمام خاص باليوسي ماس اللي هو ما قبل الكتابه، ده تمام بيبي عنده سنتين، هو دلوقتي عنده سنتين ونص. هي دي بقى الفكرة اللي هي كنت دي حابب الفكره تشرحيها بتاعت بالظبط، ان هو اليوسي الطفل ماس، يشتغل على المعداد. ده المعداد الكبير، تمام ده هو ما شاء يوسي الله ماس، ده يعتبر يوسي يوسي ماس. ماس تمهيدي اليوسي ماس. لا هو اليوسي ماس هو اصلا بيبداوا كده، حتى بيبدأوا الاطفال كده. الكبار 4 سنين بيبداوا بالعداد، ما شاء بيحلوا الله حساب ذهني، يعني هو ما شاء الله
يعرف ماينس وبلس وايكوال، يعرف يطلع ما شاء يطلع الله هو الفيديو ممكن لو مجهود رائع للسن ده. يعني بيطلع على عداد ويقول الرقم النتيجة بكل سهولة. نشوف فيديو تاني جاهز معانا. طيب يجهز الفيديو. كده الفيديو اللي انا شفته ده هو ده اللي بيميز أكاديمية العباسي عن أي أكاديمية.